معانا محافظة من محافظات مصر، المحافظات العريقة المشهورة جدا في العالم كله إن هي عندها تلت آثار العالم، مليانة آثار كتير كتير كتير، الناس كلها بتيجي من كل مكان تتفرج عليها. وهي زمان كان اسمها طيبة، كان اسمها طيبة. طبعا البلد دي عايز أقول لكم حلوة جدا جدا جدا، وأنا رحتها كذا مرة. لا جوها غريب، كل حاجة فيها حلوة، كل منطقة بتمشي فيها فيها حاجة حلوة. فيعني فعلا كانت عاصمة مصر، هي زمان كانت عاصمة مصر برضو أيام العصر الفرعوني، لأن هي فيها لما تروح هناك أنت شفت مصر من زمان لغاية دلوقتي، فيها كل حاجة تمام. فالمحافظة دي اللي هي جبنا منها وصفة النهاردة، طبعا عايز طبعا أحيي كل أهلها. عرفتوها لسه؟ ها، محافظة الأقصر. النهاردة معانا محافظة الأقصر، محافظة اللي هي فيها تلت أسرار العالم طبعا كله عارف. بحيي أهلها نافر نافر برضو. بحيي أهلها كلهم، كل سنة وأنتم طيبين. أنا خدت من عندكم إيه بقى النهاردة؟ خدت عندكم ملوخية ناشفة. طب اشمعنى الملوخيه الناشفه؟ هي كتير جدا بيعملوا هناك الملوخيه الناشفه، الجو بتاعها حار قوي، فالملوخيه دي بتنشف عندهم على عدنها كده زي ما هي. بياكلوا الملوخيه الناشفه، يعني بتبقى موجوده صيف شتاء، الملوخيه الناشفه موجوده صيف شتاء، فيبقى وتنشف عندهم بمنتهى السهوله، فموجوده كتير جدا. احنا حتى لما بنروح هناك بناخد ملوخيه ناشفه من عندهم، الشمس بتنشفها بطريقه ايه حلوه جدا. فغير عندنا، يعني احنا عندنا شويه رطوبه شويه كده، لا هناك الجو بينشف الحاجه تنشفها مظبوطه، لا بتبوظ ولا بيحصل لها اي حاجه. فانا خدت من عندهم النهارده الملوخيه الناشفه، وبحييهم جدا جدا. ومعايا كنور النهارده عبوه التوفير، هناخد منها مكعب المرق ونكمل مع بعض الوصفه. تعملها ازاي بقى؟ انا عندي ملوخيه ناشفه طبعا، بتاخدي الكميه اللي انت عايزاها. انا بجيب كميه طبعا بتفضل في الثلاجه، انا بحطها في الثلاجه ما بحطهاش بره. هاخد منها قولي كوبايه، تمام؟ قولي كوبايه، هوريك دلوقتي هاخد منها، بس طبعا مش كل الكميه دي. بس استخدام الملوخيه الناشفه غير الملوخيه الخضراء، الملوخيه الناشفه بناخد كميه اكبر، تمام؟ عندي بصلايه وطماطم مبشوره، سمنه، ثوم، كزبره، وسن الكربونات عشان تدي اللون الاخضر الحلو. ان انا هحط بس شويه ميه هنا كده، مثلا انا هعمل خد كوبايه من الملوخيه، وهاخد كوبايه او اكتر شويه من الميه، تمام؟ وهروح واخده عليها حبة الملوخية الكوباية اللي أنا عايزاها. وأنا بقول لكم بقى إيه، ما تستكتروش تقولوا يا كل دي، ده إحنا ما بنعملش كده في الملوخية الخضراء، لا ما هي دي بتبقى أكتر شوية. أول معرفتنا بالملوخية كانت كعلاج. يبقى هي شلولو كانت هي العلاج على فكرة. عشان تعرفوا إن أنا عبقرية. شلولو هي العلاج. بصوا أنا بعمل إيه، واخدين بالكم؟ زي ما أكون بعجن عجينة. طبعا مش كله بيعملها كده، ولكن الطريقة دي هي أقرب طريقة قربت للملوخية الناشفة للملوخية الخضراء. اهو شايفين؟ واسيبها كده شوية، بتعملوا زي العجينة الطرية اهي، واسيبها كده شوية، تمام؟ اسيبها شوية على ما اروح اعمل الايه؟ اعمل الطشة بتاعتها. الطشة بتاعتها دي شكلها ايه بقى؟ شكلها ايه طشتها؟ بسم الله بسم الله. لا خلينا نطشها في الاخر، تعالى الاول نعمل البصل والبصل والطماطم، ليها طشه وليها بصل وطماطم، نعمل بصل وطماطم في الاول وبعدين نعمل الطشه عشان تبقى في الاخر احسن. طشتها اللي هي العاديه جدا، اللي هي ثوم وكزبره وسمنه، ثوم وكزبره ناشفه وسمنه، دي طشتها. طيب سمنه، لا ناخد سمنه احسن طبعا. يا خراشي لو عملت لهم بالزيت، يا خراشي اضربوني. لا ايه، بستنى ما تقلقوش خالص، عارفين بلاد كتير جدا لا مفيش حاجه اسمها نطبخ بزيت. بصلايه صغيره، انا بس نعلي ده شويه كده، مش كبيره يعني، بصلايه صغنونه. واروح حاطه بقى ايه، طماطميه كده زي ما قلت لكم، مش كبيره، طماطميه صغيره، ماشي. اخليها ايه تتسبك شويه، هنا شربت ميتها برده اهي. هنحط لها هنا بقى مكعب المرق كنور دلوقتي،
هيبقى احسن واحطه في الاخر. الكميه دي واحد كفايه. خير الامور الوسط، وهحط عليها ايه سنه الكربوناتو كمان بسيطه خالص كده كده بقى ايه مظبوطه ان شاء الله. تعالوا بقى هنا، مش عايزه لون الطماطم. والكلام ده وروح عامله لها بقى الطشه عادي جدا. تعالوا بقى نعمل ايه، اروح ايه شايلها من على النار. هي برضو زي الملوخيه الخضراء، ما خليهاش تغلي ولا اعمل لها ولا اغطيها، انها ممكن تصل منك عادي جدا برضو. ان شاء الله ناجحين دايما يا رب. ان شاء الله. رغبة معلقه سمنه كده علشان الطشه من التوم هنا كده في الملوخيه. هنا حاجه تتعمل طشه وحاجه تتعمل نيه اهي. كزبره ناشفه، واروح ايه طشلها. Thank you.